حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع. ضيفنا طبعا في هذه الحلقة ضيف مميز خدم هذا الوطن المعطاء أكثر من 38 سنة في المجال العسكري، وكان في إدارة السجون منذ تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية والتي كانت تسمى بقوى الأمن الداخلي. رحوا معي بسعادة اللواء عبد الله البوشي أبو رامي. سعد الله مساك. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله اليوم في ضيافتنا أنتم والأخوان قناة الدمام والخلف الكواليس والخلف الكاميرات. بالعكس، أنا سعيد جدا بتواجدكم أولا في داري، فأنا سعيد جدا في هذه المناسبة الجميلة، وحياكم الله. الله يسلمك، يعطيك العافية. وأنا حقيقة يعني في البداية أشكرك على يعني حفاوة وكرم الضيافة الحقيقة اللي لقينا إحنا وفريق البرنامج. سعادة اللواء، إحنا طبعا برنامجنا برنامج للضيف، فيتحدث فيه الضيف عن نفسه في البداية ثم يعطينا الدفة لنقود البرنامج. فالدفة لك الآن في قيادة البرنامج، تحدثنا عن نشأتك وولادتك وبداية حياتك وذكرياتك الطفولية. طيب، أنا بس أحط مقدمة. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بسم الله مبتدأ الكلام، وبالإسلام عزي واعتصامي، سلامي للملك ومن رعونا، سلاما يا عظام بالمقام. وفي عهد أبو فهد عهد العز يا نسر الكرام، أنشأنا قيادات وصناعات تنتمي، وتعليم يسير إلى الأمام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حماك الله يا وطني فأغلى الأماني. أولا أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حي أخواني في قناة الدمام، وحي من خلف الكواليس تابعين للكاميرات، فأقول لكم حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. وطأتم أهلا وطأتم سهلا وحللتم أهلا. أحييكم بتحية من القلب إلى القلب، تحية أهل الجنة يطيب في شذاها حبا وريحاني. الحقيقة أنا سعيد بكم وسعيد بتواجدكم في منزل المتواضع، فأحب أهني حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ملك العروبة وملك الحزم وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وإلى أميرنا المحبوب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، والأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل. كما لا يفوتني في هذا الفرصة وفي هذا المناسبة أن أدعو لأخواننا في الحد الجنوبي أن ينصرهم وأن يرحم شهداءنا ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فهذه تحية والله من القلب إلى القلب لأبناء الوطن. جميل، أنت شاعر يا أبو رابي. أنت شاعر. الله يسلمك. يعني كان هالشيء مختفي عنا، إحنا اليوم اكتشفنا أنك شاعر. لا، متذوق الشعر، أحب الشعر. وكاتب خواطر الظاهر. الله يسلمك. جميل. أنا والله سعيد بلقائكم وسعيد. الله يبارك فيك. في هذه المناسبة الجميلة، فحياكم الله على الرحب والسعة. الله يسلمك. الله يسلمك. إذا خلينا ندخل على طفولتك وناشتك. يعني كما نعرف أنك ولدت في وترعرعت في مدينة العلا. أنا طبعا ولدت في مدينة العلا في تقريبا 1375 في محافظة العلا، ودرست الابتدائية والمتوسطة والثانوية في محافظة العلا. طبعا محافظة العلا تقع بين المدينة وتبوك، وتابع لمنطقة المدينة المنورة، تبعد عن المدينة حوالي 285 كيلو، وعن تبوك حوالي 250 كيلو. في المنتصف، في المنتصف تقريبا. بين تبوك وبين تبوك وبين المدينة. المدينة. إذا أخذتم من تبوك وردها وأخذتم من المدينة طيبها. طيبها، عليك نور، الحمد لله. فأكثر الناس ما يشاهدوني
هنا في المنطقة الشرقية يقولوا أنت طيب، منين؟ أقول من المدينة، يقول ما شاء الله خلاص حتى معروفين طيبة المدينة. أهل المدينة في الطيبة نعم أبد، نعم وأهل تبوك زي ما تقول الورود والزهور هذا هو كله هناك، هناك نعم، مصنع وهذا عصرة اللي لمسناه حقيقة ما من هناك يحتاج. اليوم. الله يسلمك، آمين هناك سنة سعيد فيكم الله يعطيك سعيد. العافية. بس إنه قبل حقيقة أنت على طول ما شاء الله مشيت فينا وصلتنا الثانوية، إحنا نبغى نرجع شوية للابتدائية، نرجع الابتدائية، ايوه ذكريات الطفولة طيب. وزملائك في الطفولة. طبعا انا في المرحلة الابتدائية دخلت في المدرسة السعودية ودرست فيها حوالي يمكن سنتين، اولى ابتدائي وثاني ابتدائي، العلا ثم في العلا، ثم انتقلنا الى مدرسة ثانية مستأجرة اسمها مدرسة الصباح، وقعدنا فيها حوالي 3 سنتين الى 5، ثم انتقلت للمدرسة عبد الرحمن بن عوف بالعلا، تأسست عام 1349، ودرست فيها الرابعة والخامسة ما شاء والسادسة. الله في مدارس كثيرة ايه العلا، يعني العلا العلا كانت مشتهرة بالمدارس من قديم الزمان، ايه، وش السر في تحتها؟ كل أبنائها متعلمين من أيام الكتاتيب وأيام، طبعا كان أول الوظائف الحكومية قليلة، نادرة جدا. ولكن كانوا يدرسون القرآن ويدرسون عند الكتاتيب، وإذا أخذ السادسة يخلوه مدرس كان عندنا في العلا يدرس من سنة سادسة، فكثير من أبناء العلا شاركوا مع أباهم. تعرف العلا تشتهر بمنطقة زراعية وبالذات غابة من النخيل، وفيها حوالي لا يقل عن 35 ينابيع زراعية، كان أول قبل الآبار الجوازية كان المياه جارية زي جميل خافة زي الإحساء، واحة الإحساء نعم بالضبط، نعم حتى عاداتنا وتقاليدنا متشابهة زي الإحساء العسى، يعني معناته انت ترى عمرك ترى رأت في، في منطقة زراعية ريفية. خليني اقول لك، انت ترى رأت في جنة تقريبا، لان الله تقريبا سبحانه وتعالى وصف يعني في سورة الكهف عندما قال يعني جعلنا له جنتين من اعناب صح وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما نهرا، يعني هو وصل هو هذه في الدنيا، فأنت نشأت في مثل هذه البيئة الحمد لله، صحيح؟ فمنطقتنا كلها زراعية، وكان يوزعون الموية بالتساوي بين المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، لأن العلا زي منطقتين شمالية وجنوبية، فكلهم يسقون من هذا يسموها عندنا ورقة، الورقة 24 ساعة عندك في العين، نص الورقة حوالي 12 ساعة، ربع هذه الورقة في السقيا. بالسقي، أيوة كذا. يمكن سمعت بالطنطورة، طنطورة عندنا إلى يومك هذا يحتفلوا فيها أهل العلا، دخول المرعانية عن طريق الطنطورة. لا ما نعرف الطنطورة حقيقة، أيوة نبغى لا تقول لنا شيء طنطورة. الطنطورة عبارة عن بناء على شكل مثلث فوق جدار ايه ظله قدامه، نعم إذا وصل الظل في السنة ما يصل الظل للحجر هذا اللي قدام الوسم، إذا وصل له الحجر دخلت في المربعانية السنة. في السنة مرة. الآن صاروا يسوون احتفالات، يعني هذه السنة سووا في احتفالات في ايش الطنطورة، هذه تتكلم عن حضارة، حضرها الزعاق وحضرها الكلباني ما شاء الله، كلهم حضروا ذا ومعترف فيها الزعاق معروف، خالد الزعاق اللي هو حق المواسم معلش ذكرني باسمها الطنطورة. القنطورة. طيب هي من يعني عمل أحد من أهالي العلا، من أهالي العلا قديما إذا هو إذا وليومك هذا مستمر، هل هو يعني عالم أو في الفلك أو في الهندسة؟ تقريبا انه كان عنده خبرة في الفلك وعملها ومشت عليها من اباء بالضبط، لأنه اجداد. يعني الكلمة هذه ذكرتني بالأهرام في مصر، الأهرام أيضا كان بناها هندسي وكان فيها فتحات ما تخش فيها الشمس إلا فترات محددة من السنة، صحيح. فبناها هندسي، معناته أن العلا فعلا أرض حضارة. أرض حضارة قديمة، ولا تنسى أنت تعرف العلا فيها مدائن صالح وقوم ثمود ينحتون من الجبال بيوتا فيها الأشجار والحمضيات والنخيل، ويتبع للعلا حوالي 70 قرية ومركز، يعني تتبع العلا 70 قرية
ومركز، بالإضافة لمحافظة تابعة زي ما قلت لك محافظة منطقة المدينة. نعم. أنا هذه السنة رحت، كنت كل رحت للطنطورة ورحت للحفلة القدرة والتحمل. هذا القدرة والتحمل كل 5 سنوات يسوون في منطقة، فكان من نصيب منطقة العلا 4 سنوات، باقي له السنة القادمة إن شاء الله مهرجان على مستوى للإبل ومهرجان للخيول، يحضروا أمير المنطقة اللي هو فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة، ويوزع جوائز يشتركوا فيه جميع دول الخليج وجميع الدول العربية في مهرجان الخيول ومقره في محافظة العلا. تسوي الدعاية ما شاء الله المهرجان. ايه، وفيها اللي هو مهرجان الإبل خلاف عدد الأسر المنتجة جميل والمسرحيات. جميل. يعني هذا السنة استضافوا على المدفع كان، والثاني ذا جميل يسر الجراح ما شاء جو الله. ممثل في العلا. خلينا نرجع للطنطورة تفضل. ونرجع لطفولة عبد الله طفولة عبد الله في البوشي. العلا. طبعا أنا زي ما قلت لك درست في المدارس اللي قلت لك، وآخر مدرسة اللي هي في مدرسة عبد الرحمن بن عوف، تأسست عام 1349. ما طبعا شاء الله. درست على يد، كانوا أول المدرسين من أبناء العلا ومن أخواننا الفلسطينيين، هذا اللي درسوني في المراحل الابتدائية. ثم انتقلت للمرحلة المتوسطة. نعم. المتوسطة طبعا قبل المرحلة المتوسطة عندنا احنا زي رحلة الشتاء والصيف. في الصيف ننتقل للمزارع أهلي، وفي الشتاء نرجع للبيوت لأنها تكون أدفى. وذا البيوت طبعا من طين. من طين، كلها بيوتنا قديمة من طين، من حجر وطين، وهذا من يخليه نفس، ذات في فصل الشتاء. ايوه، من نفس بيئة العلا، لأن العلا بين جبلين. شوقتنا يا ايوه، ترابي صراحة. فالجبال اللي فيها ننحت من جبالها ونبني منه، والطين يا متوفر في الله كل مكان. يا الله. فكنت أدرس الابتدائية درستها على سيكل، أنزل من بستاننا والله ما شاء الله عليك متطور و جدا. كان عندي السيكل فدرست فيها الابتدائية. فلما انتقلنا المتوسطة في منطقة اسمها الصخيرات، تبعد بعيدة شوية حوالي 4 كيلو 5 كيلو عن منزلي، فأروح لها بالدبابة بعجلتين. درست دباب ابو عجلتين. اي والله ابو كفرتين. لا انت تتكلم زي الان اللي عنده بانوراما عنده بحل 2017 فدرست الان. ها المرحلة يعني كنت المتوسطة، مدلل حقيقة. كنت مدلل. فدرست المرحلة المتوسطة أربط الكتب وأبعد الصباح الدباب. بدري على الدباب وبالرجعة على الدباب. تاخذ معك احد ولا لا لا، لوحدي، زملائي معايا عم دبابات نفسي اي اللي معايا كلهم في دبابات. فدرست المتوسطة 3 سنوات، ثم انتقلت للثانوية. الثانوية برضها واصلت في الدباب، برضها جميل. تبعد عن إيه طبعا من المتوسطة. قدك يا ابو صالح. فكنت دراستي كلها اكملتها بالدباب. طبعا في زملاء لنا جميلين مسمين احنا الحين نفس زملائي اللي معايا في الابتدائي والمتوسط والثانوي، سوينا جروب سميناه جروب ذكرى الجميلة. يا سلام يا سلام تستذكرون في الايام ايوه، الحلوه. وكل كلامنا في الجروب هذا نجيب وين رحنا، وين ايام الدراسة، ايام وتذكر المذاكرة، ايام يا سلام. عندنا، اعطينا منها شويه. طيب اعطيك من عندنا احنا في وقت العطلة اذا عطلت عندنا عيون، العيون هذه يصرحوا، نسميها صرحوا في العين، اصرح في العين. العين كل عين زي ما قلت لك 35 عين عندنا. فالعيون هذه يستغلون الشباب في العطلة، عطلة المدارس ال3 شهور، نصرح العيون عن وجبات تخصنا لنا. يعني مثلا انت عندك وجبة فلك 3 ايام لازم تصرح، ولدك يروح يصرح ذا. فعندنا كانت العيون حتى الى يومك هذا ما احنا طبعا يسرح، بس عشان التوضيح يا ابو تفضل. يسرح انه يذهب من المنزل الى المزرعه للمزرعه للعين، مقر العين. بكلمة عربية ترى فصيحه. ايوه، مقر العين تبدا من بدايتها العين، ولها رئيس العين، ويجون الناس كلهم اللي يشربون من هذا العين مزارعهم يجون يصرحون، يجون معاك مسلاف معاك نفية وتجي
وتحكر وينزلوك. احنا شباب ينزلونا تحت الارض مطاليع 5 متر 6 متر وننزل تحت ونمشي داخل العين ونسلك اذا في بقايا اثار حروق نخل او شيء نسلكها ونطلع من مطلع ثاني قدام وعلى المجال ده. فكل العيون سرحت فيها. يا سلام عندنا. يا سلام. فكلنا تعودنا يعني شوية على الحياة. يعني اللي ما سرح في العين احنا نقول هذا ما عايش في العودة. احنا نضرب فيها مدد. لأن العين تعلمك الصبر، تعلمك جراءة، تعلمك الدخول. يا سلام. لأنك تدخل في منطقة مظلمة وتمشي. أنا شاهدتها هذه في منطقة في عيون الجواب عنيزة يسموها المشقوق. ورحنا لنفس الموقع. قالوا هذا عبارة عن عين وتحته البيوت وكانوا يسووا فكرتكم نفس فكرتنا يسموها المشقوق في عيون الجواب. يا سلام يا براد. فانبسطت والله. كم تذكرتوا كم تذكرتوا سويعات الأصيل وشذ الهمسات ما بين النخيل. احنا بنطلع فاصل وبنرجع لذكريات ايضا المزارع. ابشر. اعزائي المشاهدين فاصل ونعود لضيفنا العزيز. عودة لكم أعزائي المشاهدين ومع ضيفنا العزيز والغالي أبو رامي. أبو رامي توقفنا قبل الفاصل عن العيون الجميلة من الجميلة وأنت وعدتنا أنك تأخذنا في جولة مع سويعات الأصيل. أقول لك البساتين كانت عندنا البساتين كانت بالعلا زي ما تقول أوصال يعني كل مجموعة لك فستان هنا ولك فستان هنا ولك فستان هنا ولك فستان هنا يعني مو زي الآن مزرعة كبيرة وذا. فكانت كذا وكانت العيون توزع على هذه البساتين وأصحابها. أنا الوالد الله يرحمه كان مسؤول عن توزيع المياه في العلا. كان ما شاء الله مشهور وطويل بال بشكل فظيع يتهاوش مع الناس وذا ما شاء الله عليه. صدر وسيع. أيوه صدر وسيع يتقبل وسيع. وبعدين حافظ انت لا جيت تعرف متى مويتك وهذاك لا جاء يعرف مويته متى وكم ساعة يسقي وكم ساعة ذا فموزعها ما شاء الله. ما شاء الله. هذا بالنسبة لتوزيع العيون. اما بالنسبة انا وصلت معك المرحلة الثانوية. يلا دراسة في الثانوية جميلة جدا خاصة كنا شباب وكنا يعني أيام جميلة حلوة. يعني لو أقول لك أيام كنا في الثانوية كل الشباب متماسكين مع بعض رحلاتنا نطلع مع بعض طلعاتنا برا خاصة منطقتنا تعرف فيها الأودية وفيها الجبال وفيها الحرار وفيها ذا فدائما رحلات خارجية
نقط ونطلع رحلات خارجية ونطبخ ونسوي يا سلام وننفخ، يا يعني سلام. كانت من أجمل الأيام أنا أراها رحلة الثانوية أو أجمل الثانوية. يا سلام. فكان طبعا انقسمنا أدبي وعلمي، أنا رحت أدبي وزملائي بعضهم علمي، فما شاء الله كلهم أبدعوا. اللي في الأدبي كانت مخيلتنا العسكرية، يعني من أيام إحنا في الثانوية عسكرية وذا، ولازم كلنا نروح كلية قوى. وفعلا عادت بعد ما تخرجنا من الثانوية يمكن حوالي 8 أو 9 من زملائي كلنا رحنا لا كلية بس قوى انت ما الأمن. رحت قوى الامن، لا انت رحت وش الجامعه. أو أنا رحت اي الجامعة، وبعدين لأن طلعت. أيوه أنا رحت أول ما تخرجت 96 رحت جامعة الملك سعود رياض، لأني أنا أحب الجغرافيا والجغرافيا كانت داخلة في دمي سبحان الله. اي فرحت كنت ورحت متفوق انت يعني في إيه الماده. إيه جغرافيا حلوة أحبها إلى يومك هذا. فرحت سجلت أنا وزميل لي كلنا نبغى جغرافيا، هو مسكين ما طلع ولا طلع، ثبتوني على الجغرافيا. فغير هو أكمل مرة ثانية ورجع مرة ثانية وأخذ الجغرافيا. نعم فلما أخذت الجغرافيا لا زالت العسكرية في الدم، تدق ها تدق، في اللي ولا في القلب. إيه بدأت يمكن الترم الأول والترم الثاني وجبت تقدير امتياز ما كله شاء الله في الجامعة في الجامعة، جامعة الملك أي سعود شيء أنت تحبه لازم بتبدأ كله، فيه طبعا. ولكن العسكرية داخلة مخي لا زالت خاصة. ليش ليش بالعسكرية؟ إيش اللي كان مميز أيامكم أنتو يعني؟ يعني على تشجيع أساس أنه من الزملاء، من تشجيع الزملاء. لا أكثر ولا أقل، هواية الزملاء أشكالهم راحوا هناك فأنت تبغى تروح معهم بس، لا أكثر جميل ولا أقل. جميل وانسحبت ورحت الكلية على قوى الأمن. على قوى الأمن كان الحمد عام لله 1300 97 97 97 98 99 1400 تخرج بالضبط. مظبوط بالضبط 97 عام 97 للهجرة. ايه ما شاء الله اخذت عليك. كلية قوى الأمن. جميل. فطبعا كلية قوى الأمن عملية إدارة متوسط وإعدادي يديرونها، هاي نعم هذا هكذا كانت طبعا الكلية. انتم من اول متحمسين على العسكرية، فاكيد راح تبدعون خلال دراستكم في ايوه الحمد لله الكلية. الله وفق والحمد لله. إدارة استفدنا منها إدارة القسم النهائي اللي قبلنا نعم بسنتين، هم اللي كانوا دارونا واحنا اعداد ومتوسط، نعم والحمد لله استفدنا وعلمتنا القساوة والشدة. كنت أيامها والشدة وكل شيء. أيام كنت تدرس في الكلية، كلية الأمن، لا زلت في العلا أنت لا الأهل في زلت العلا. من سكان العلا. أي ايه ايام كنت في كلية قرى، أي انا كنت ما نصدق ناخذ الاجازه ونرجع العلا. العلا، ولا وبعدين اخذت سياره مازدا يا سلام من مكافاه الكليه، يا اعطونا سلام. كانوا مكافاه رمزيه ووفرت واخذت مازدا كانك راكب طياره. بس لا تقولي اللي كان لونها احمر. اللي قال لونها احمر على قنور. والله انبسطت فيها انا في العلا ويش عز والله تشوف اكيد كانت يعني صراحه زي ما تفضلت طياره كانت. ايه قال الطياره. ايام كنت في الكليه ما كان معي سياره، بس كنا نربي الشعر ونربي ونتكيت، وذا تعرف الطالب الجامعي نعم. نتكيت. جميل. ف تخرجت من كليه الامن عام 1400 وكنت 15/7/1400 ايضا لازلت من اهالي العلا. اي بس وين اول ما تعينت؟ اول ما تعينت في منطقه تبوك اشتغلت. انت بعيد على وانا بعيد اشتغلت ملازم. اي نعم. سلموني مدير شؤون النزلاء في السجون على طول. على اي في السجون. وقعدت في سجن تبوك الى ملازم اول، وبعدها صرت مساعد كنت تقاعد. ايامها تزوجت وانت ملازم؟ لا تزوجت وانا نقيب. وانت نقيب. وبعدين لما لازم اول استلمت مساعد مدير سجون المنطقه ما شاء الله على طول. على طول انا في المسؤوليه مشكلتي ما شاء مشكله الله ما شاء الله عليك. مره
أكيد واحد يعني درس الابتدائي على دراجة والمتوسط على دباب وكذا أكيد بيصير قائد بعدين. قائد والله من أهم لازم هذا. وقعدت بعدها وبعدها استلمت المنطقة وأنا نقيب. فترة نقيب في البداية، تعرف النقيب 6 سنوات في الكلية في العسكرية. طوال استلمت منطقة تبوك كاملة ما فيها ضباب والوجه ومنجحات عمار وتيمة وحقل كلها استلمتها. ما شاء الله كانت حوالي 8 فروع تابعة تبوك. كان هذا اي نعم من 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 عام انت في تبوك من عام 1400 الى 1409 الى 1409 ما شاء الله 9 سنوات يعني كانت يعني طويلة حقيقة السنوات يعني عمرت هناك وكونت وما يحتاج وتزوجت برضو من تبوك في تبوك اي من اكثر ما شاء الله القصص اي مره من المرات انا اعشق العمل مشكلتي اعشق مره من المرات رحت سجون تبوك استعرف سجون تبوك على طريق المدينه اول ما تعدى اول دوار يجي على يدك اليمين فرحت انا كان عندي دوبي متزوج ومعي المراه ووقفت السياره والمراه في السياره قلت لها 5 دقائق ادخل السجن بس بعقب على العنابر وارجع لك. قالت طيب مسكينه وخش وخش ولا اطلع الا قريب الفجر والله ما تدري لا في جوالات كان ولا شيء وقاعده مسكينه تنتظر بالسياره نسيتها والله بعد قريب الفجر والمره قاعده ولا قالت شيء مسكينه. وش اللي خلاك تاخر يعني من الوقت هذا كله؟ تعرف انا اشغلك الشغل وهذا ايش تفسر عن قضيته وهذا 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 ونسيت انا نفسي نسيت ان انا مشكلتي اني نسيت ان معايا عيالي انا ناسي كليا ما اقعد ناسي كلتها والله جميله والله كلتها اكيد تذكرها الان ما تنسى ما تنساها انا يوم اكلتها جميل. ايش بعد من المواقف اللي حصلت لكم يعني يا سعاده اللواء من خلال تسلمك يعني سجون تبوك مواقف بعد اخرى؟ والله في تبوك مدينه حلوه واهلها الطيبين وتعرف من المدن ما هم متسعه كبيره كان اشكل سكانها من الجيش والقاعده الجويه وفيها اهلها الغرضان وفيها مجموعة من الهلاوية وفي البلوات وفي الأطوات وفي العمران فكانت جميلة ترى تبوك جميلة بمزارعها برضها على طريق المدينة في كلها مزارع على طريق حالة عمار برضه مزارع يا سلام. فكانت الموية متوفرة أيام ما كنا فيها يعني أحيانا تدق 40 متر يطلع لك الموية فوار ما شاء الله. الآن لا نزلت بعد بعد ما كثرت فيها اللي هي حقت الشركة التنمية وشركة حقت صبيح المصري استرا وذا فصار الموية عميق يعني صار تدق 400 500 600 تطلع الموية فصار فيها جفاف وذا فأشكل بساتين ومزارعها سواها استراحات الآن في تبوك وذا لكن لا زال فيها الزراعة ولا زال يعني بلد جميلة ورودها وزهورها تتكلم عنها وانت عاشق اي واضح دائما نقول احنا مثل اللي يروح تبوك ينسموه ابوه ابوه معروف هذا المثل بتبوك واليوم كان ما اقدر اصبر عنها لان اسست فيها ولي املاك فيها ولا اقدر اصبر عنها من عام الى الان تزورها الى الان اروح هناك واقعد اسبوع اسبوعين ثلاثه ما اقدر استغنى عن تبوك. تبوك حلوه اول شيء قربها للعلا وثاني شيء قربها للمدينه وثاني شيء منطقه زراعيه حلوه وقعتها في القلب مره وقعتها في القلب ويمكن عشان برضه ام رامي منها منا ام رامي منها وتمر على الديار ديار ام رامي ام رامي من نفس المنطقه منك فتبوك انبسطت فيها ال10 سنوات كانت من اجمل ايام حياتي يا سلام بتبوك. يا سلام وكونت فيها مجموعه واصدقاء الى يومك هذا متواصلين معايا يوميا ممكن او شبه يومي وهم بيننا وبينهم اتصالات
فمن هذا المنطلق أحيي أهل تبوك عامة، أحييهم. اشتغلت طبعا مع الأمير عبد المجيد رحمه الله، واشتغلت مع الأمير ممدوح بن عبد العزيز، واشتغلت مع فهد بن سلطان ما شاء الله اللي هو أميرها الحالي، ما شاء الله اشتركت وياهم واشتغلت معهم ما شاء الله تبارك الله. ثم عدت انتقلنا إلى في 1/1/1410 انتقلت إلى المنطقة الشرقية. 1/1/1410 انتقلت إلى المنطقة الشرقية، وبنطلع فاصل وبنرجع للمنطقة الشرقية إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود مع ضيفنا العزيز. عودة لكم مجددا ومع ضيفنا العزيز أبو رامي. أبو رامي، 1410 أنت انتقلت المنطقة الشرقية، تقريبا تقدر تقول في أيام الأزمة الخليج؟ لا، قبل الأزمة، الأزمة 91، احنا قبلها بسنة تقريباً. بسنة. حلو، حكينا عن المنطقة الشرقية لما جيت. والله أول ما لا جيت هنا المنطقة الشرقية، منطقة جميلة بأهلها، و أتذكر قعدت أول مرة أشوف الدوارات هذه اللي جنب الكباري، تدور كذا وتطلع تدور، أقول لهم وصفوا لي إدارة السجون، أدور حول نفسي وأرجع الحمدالله وأرجع. هذا من الأول، هذه البداية وأنا جاي أدور للإدارة حقتي، أدور وأرجع. الله يطلع المرامي على حق السجن، قاعد تدور. والله قاعد تدور حول نفسي يمكن 3-4 مرات 5 مرات، إلا آخر واحد قال لي جزاه الله خير، طلعت ورحت. كان في الفيصلية، أيامها نقيب. نعم، ورحت هناك، وكان مدير سجون المنطقة الشرقية الله يذكره بالخير أحمد البعاد، وصل طبعا رتبة له وتقاعد. نعم، فكان ذيك الأيام رتبته مقدم، ورحت لهم وحيا فيه وذاو وانبسطت عندهم، وأعطوني سكن في الخبر، في سجن الخبر، لأنه كان عندهم هناك في السكن سجن الخبر. طبعا يقولوا له في الخبر، وهو في الثقبة أساسا، في المنطقة الصناعية اللي في الثقبة. فسكنت هناك وصرت أنزل أداوم عندهم، حطوني مدير التموين والصيانة، وبعدين أضاف لي مدير سجن النساء. كان مدير سجن النساء تابع مدير سجن الدمام، فشالوه أعطوني طوالي، وجلست في التموين والصيانة فترة من الزمن، ثم استلمت المتابعة، ثم استلمت لا، فبعدين ورطوني في سجن الدمام، قالوا ما فيه إلا أنت يا ابن الحلال يا ابن الناس. أنا خلاص تعبت. عام كم؟ تقريبا في 1/1 في 1/6 1411 1/6 على طول، يعني بدأت تدور. ايوه، بس هذه وسلموني حتى يدوبك انك عرفت الدوارات وخارجها. وسلموني مدير سجن الدمام، تعرف مدير اكبر سجن اللي هو سجن الدمام، كان يصل عدد نزلاء 3000 نزيل، وعدد ضباط حوالي 20 ضابط وموظفين، وحوالي 17 موظف او حوالي 30 موظف مع النساء، وسجانات حوالي 10، و موظفين عسكر حوالي 400 عسكري. فكان مملكة لوحده. والحمد لله استطعت إدارة سجن الدمام حوالي 10 سنوات. حاولت إني أطلع منه، كل ما حاولت أصبر 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 أصبر، كبرت الرتبة، صرت عقيد، قربت العميد، وهم عائلة يطلعني مدير سجن المنطقة الشرقية. فسألت الحظ إنه النقل، هو راح يستلم مدير عام السجون في المملكة اللي هو البعادي، وصارت غصبا عنهم لازم يطلعوني، لأن صرت رتبتي خلاص مستحق عميد. فاستطعت افتك من سجن الدمام، وطلعت إلى مسكت مساعد مدير سجون المنطقة الشرقية. ولكن العشر سنوات هذه أفادتني خبرة، أفادتني احتكاك، أفادتني كل شيء استفدته في العشر سنوات. طبعا عندي انا كان في سجن الدمام عندي مرشدين، وعندي واعظين، وعندي باحثين ونفسانيين، فاشكل شيء انا منسق مع
اللي هو مكتب الدعوة والإرشاد والمشايخ. كل شيخ، كل عنبر حاط له شيخ، زي ما أنا حاط للعنبر ضابط، حاط شيخ واحد ديني له. وصار هناك تنافس بين العنابر، وصار كل شيء. أبد لو عندي مشكلة أرسل الشيخ الفلاني حق العنبر يروح ينهيها وينهي المشكلة في العنبر. فالحمد لله يعني كانوا معاي كوكبة من المشايخ، أذكر منهم الشيخ علي بن علي، الشيخ مبارك الخشيم، الشيخ حميد الصايل الله يرحمه، فمجموعة كثيرة أنا ما أبغى أذكر لأني أخاف أنسى، ولكن مجموعة جزاهم الله عنا ألف ألف خير خلال فترة عملي في سجن الدمام. فكانوا ما شاء الله نشيطين في البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والعلمية والأدبية. طبعا العلمية والأدبية نجيب من الجامعات، نجيب نسوي محاضرات لهم عن طريق الدكاترة من جامعة اللي هو الأمير عبد الرحمن الفيصل اللي الآن سموها لجامعة الدمام، وجامعة الملك فيصل في الإحساء. فنجيب نستقطب من هناك بناء على كتابات عن طريقنا، ويجون ويقوم محاضرات دينية وعلمية واجتماعية. هذا خلاف الدكاترة في المستشفيات، لأن عصرت أنا الدكتور طارق السالم وأحمد العلي، وكانوا مجموعة مدراء الشؤون الصحية والغامدي اللي قبلهم، فكانوا جيدين يعني، كانوا يعينوني بالدكاترة والأخصائيين. طبعا في السجون، طبعا في أنا عندي سجن في داخل المستشفى المركزي ليومك هذا، سجن كبير ترقدوا فيه السجناء وذا. فمستشفى الأمل الدكتور الزهراني ما قصر معايا، كان نستفيد منه من دكاترة مستشفى الأمل. فالحمد لله كلها هذه تراكمت وجاءت كلها في إصلاح النزيل وتأهيل وإعادته للمجتمع صالح، بناء المجتمع ووطنه الحمد لله. فخلال 10 سنوات يعني طلعنا بكوكبة جميلة جدا، وهذا اللي خلى بعد تقاعدي لي معرفة مع كل القطاعات الحكومية. ولا أنسى دور الدكتور عبد الله القاضي في جمعية البر، زمان كان له دور حساس قبل أن تجي تراحم، فكانوا كل الإعانات كلها عن طريق جمعية البر. بعدها جت تراحم وانفصلت، صارت تراحم اللي رأسه الآن عبد الله آل سليمان والدكتور يوسف المسؤول عنها. فالحمد لله. فهذا كان طبعا التعليم في ابتدائي متوسط وثانوي تبع التعليم العام، في مدرسة ابتدائية تبع التعليم العام لسجن النساء. طبعا كان سجن النساء داخل عندي في داخل صلاحية الدمام، والحمد لله استطعت أن أخذ من الأرض عند المساحة 400 متر مربع اللي هي منطقة المصانع، فأخذنا منها جزء وعمرنا سجن رئيسي وافتتحوا الأمير جلوي قبل لا يروح لإمارة نجران. فعزلنا النساء وطلعناهم هناك، وصاروا لهم استقلاليتهم، لهم حراستهم ولهم كل شيء، وتدريبهم عندهم وكل شيء. أما بالنسبة لصلاحية الدمام، فزي ما قلت لك فيها التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وفيها التعليم التدريب المهني جميع الأقسام. طبعا فيها طورنا فيها ورش الميكانيكا والسمكرة والحاسب الآلي والنجارة والحدادة وجميع الأقسام اللي تطري البالك، إلى يومك هذا الحمد لله مستمرة وتطورت، وصارت كليات تقنية فيها، وبنوا معاهد الآن زي سجن الخبر في معهد الحسفي، معهد تدريب مهني زي الدمام. فتطورت الحمد لله، جميل. فهذا شيء جميل جدا. فأصبح السجين يأخذ شهادة يستفيد منها. خلاف هناك طبعا من ضمن البرامج اللي حلقات تحفيظ القرآن، حلقات تحفيظ القرآن وصلت إلى 6 و10 و12 حلقة، والحمد لله كثير منهم من حفظ القرآن، وكثير من استفاد في محكوميته، اللي يحفظ القرآن كامل نص المحكومية إذا حفظت على أجزاء، على موجب الأجزاء اللي تبغى تختبرها تنزل لك نص المحكومية.
فكثير من الناس استفادوا من حلقات تحفيظ القرآن، ولا أنكر الدور اللي قامت فيه جمعية تحفيظ القرآن بالمنطقة الشرقية، فجزاهم الله خير، أمدونا بالمدرسين والمدربين خلاف المكافآت اللي تجيهم. نطلع فاصل ونعود مرة ثانية برا. تفضل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود لضيفنا العزيز. عودة لكم مجددا ومع ضيفنا الكبير أبو رامي. أبو رامي، أبرز إنجازاتك في سجون المنطقة الشرقية حقيقة إلى الآن وهي تسير على خطاها. والله من أشياء جميلة، وهذا صار بتعاون مني وبتعاون من الزملاء. جميل. جزاهم الله خير جميعا من أسهم بهذا الموضوع. فأنا قلت لك المحكمة الإدارية أنا اللي نقلتها لسجون المنطقة الشرقية. نعم. كان أول سجناء يخرجون تعرف بالقيود والكلبشات إلى المحكمة المظالمة والمحكمة الإدارية اللي بجوار كوفور. نعم. هناك. نعم. شيء ملفت أمام الناس وأمام المواطنين وذا، فصار تنسيق معي ومع الشيخ إبراهيم الرشيد. نعم. وما قصر بيض الله وجهه، تقبل الفكرة واجتمعنا عدة اجتماعات عندهم مع المشايخ هناك في نفس المحكمة قبل لا ينقلوا الاستئناف إلا عند جامعة الدمام قسم النساء. فالحمد لله وفقت، فقال لي بس انت أهم شيء هيئ للمكان، فتوفقت من أهل الخير وساعدوني وعملنا لهم محكمة مستقلة دخول زائرين لوحدهم وداخل سجن الدمام، فبدلا ما يجون من الحسا لأنه ما في هناك محكمة إدارية في الحسا يجون بحراساتهم ويحكمهم الشيخ في نفس سجن الدمام ثم يرجعون، أو من المناطق من الجبال من الخبر من حفر الباطن من أي مكان. فالحمد لله هذا ولا زالت مستمرة المحكمة الإدارية في سجن الدمام، بالإضافة تطوير بعض البرامج الإصلاحية، مثلا تدريب المهني طورنا فيه، إنشأنا معاهد مهنية معاهد تقنية على مستوى، فكل هذا بالإضافة اللي هي التعليم عن بعد، التعليم الجامعي على وقتي. سويت مذكرة مع الدكتور عبد الله ربيش. والحمد لله وفقت فيها ووافق عليها، ومع الدكتور يوسف الجندان قبل يتقاعد في جامعة الملك فيصل لأنه أنا عندي الحسا، وسجلنا مذكرة بينه وبينه والحمد لله نجحت. وأول ما بدأتها في الحسا مع الدكتور عبد الله الجندان وما قصر وأمدني بالكمبيوترات وأمدني ذا، فسوى لي قسمين، قسم للنساء وقسم للرجال، ودرسوا هناك في الحسا ثم فعلتها هنا في الدمام. فما قصر الدكتور عبد الله ربيش، ساعدني في الكمبيوترات وذا. جميل. الحمد لله وفكيناها في الدمام وفي القطيف. نعم. برضو كونت لهم اللي هو مقر وكوننا لهم كمبيوترات جابتها للجامعة، وأول ما بدأت في القطيف والدمام ثم بدأت في الخبر ثم بدأت في جميع أفرع المنطقة الشرقية، وتخرجوا يمكن العام أول دفعة تخرجوا من التعليم الجامعي تعليم عن بعد. ما شاء الله تبارك الله. يعني الحقيقة يعني مثل ما ذكرت لك في البداية أنه إنجازاتك ما لازالت موجودة وتمشي على الخطى التي أنت رسمتها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. بعيدا عن العسكري عبد الله البوشي، الإنسان عبد الله البوشي كيف كان يعني تعامله مع النزلاء في الإصلاحيات في إصلاحية السجن؟ كيف كانت الإنسانية معهم؟ كيف كان تعاملهم؟ والله تعرف إحنا يحبونك. أنا دائما أقول السجين نعتبره مريض، السجين جاي للإصلاح، لا تعتبره بالشدة وبالقوة لما تنفع. نعم. فعلى أساس كده دائما أول ما يتخرجوا عنده ضباط ويجوني أول ما أقنعهم أقول أنت شوف بداية حياتك في عملك في السجون الله سخرك لتكسب الأجر أجرين، أجرك مضاعف اللي يشتغل في السجون، لأنك أنت بتراعي ناس مساكين أجبرتهم الظروف، صار لهم حاجة شيء لا سمح الله، ناس بشر
أنت لازم هنا تبي تصلحه وتهديه، كيف يقتنع منك تصلحه وتهديه وأنت بتستخدم معاه وسائل الشدة؟ ما راح يستجيب لك. فالسجين إنسان مريض زي المريض، تعامله زي الطفل، تعامله زي ابنك، زي ولدك، زي ذا. فالحمد لله احنا نعامل السجناء انهم كأبناء لنا، والله نعامله بالحسنى، نعامله بالطيب، نعطيه الثقة، ما تكذب عليه، تقول له الحقيقة أساس يصدقك وذا. فأنا لو أقول لك إلى يومك هذا السجناء يمدحوا فيه في كل مكان، وكل اللي راحوا زاروا سجون المنطقة الشرقية يدعوا لبراغي ويدعوا الله يوفق هذاك الرجل الوجه الطيب الوجه العسل. فدعواتهم الحمد لله لقيت أنا برا، لقيت هذه الدعوات، وهذا الله وفقني بأعمال الخير، يمكن بدعوات المساكين، وياما في السجن ممكن مظالم، وهذا حقيقة وواقع. فلما كنا نحن عليه وتتابع قضيته بإخلاص، تفهمه وضعه، خلاص يثق فيك. وهذا انا ويكون متقبل ايضا للتغير الافضل. يكون متقبل للتغير الافضل. جميل. طيب ابو رامي، ما شاء الله تبارك الله، يعني العديد من الجمعيات الخيريه انت عضو فيها وفي كثير من المجالس، ما يعني السر وراء ذلك؟ والله انا اول ما تقاعدت انذرت نفسي للعمل الخيري. رغم انه جتني عروضات، يعني جتني عروضات اني اشتغل معهم كمحامي، ولا اشتغل معهم في اماكن علميه او شيء، جاني وعلى اني استلم مدير، وجاني كثير عروض، بس انا لا، قلت لا، انا خلاص اكتفيت الحمد لله، 38 سنه والحمد لله طلعت بصحه وعافيه، فانا ابغى انذر نفسي للعمل الخيري. نعم جميل. واول عمل خيري انذرت نفسي، اول شيء كنت مع تواصي، تواصي يرأس الشيخ عفلان الدوسري اللي هو قاضي المستعجلة، والآن نقل للأسف، يعني عفلان راح محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، ولكن من أعز أصدقائي، فمسكها واحد شيخ، وإن شاء الله بنحولها إلى جمعية. هذه تواصي لهم عنبر عندي، فافتتحته، افتتحه الأمير الجلوي عنبر تواصي ليومها كهذا في سجن الدمام. السجن اللي عليهم قضايا بسيطة، السجن اللي عليهم قضايا خطرة، بس متعاونين مع رسالة السجن، متعاونين في تحفيظ القرآن، متعاونين معنا أخلاقيا وسلوكيا، ينقلوا إلى هذا العنبر، ثم إذا جاء يطلق نعطيه تلفوناتنا ويجينا إلى مقرنا، مقر تواصي في حي 91 مسجد الغامدي، اسمه مجلس الجليس الصالح، ماخذين منه جزء وثابت المجلس، ونحطهم هناك ونلقي عليهم محاضرات دينية وعلمية واجتماعية وأدبية وثقافية، خلاف العمرة والحج، خلاف الرحلات والمناسبات، حتى أجيبهم من مزرعتي هناك أسوي لهم يوم ترفيهي. هذول الناس المطلقين حتى لا يروح يتشتتوا، لا يروح يضيعوا، لأنه تعرف أنت تدرب وتصلح داخل السجن يطلع برا يتفكك. فحنا متابعينهم ما شاء الله، بالإضافة نتابعهم برضو عن المخدرات، ومن المخدرات مع مستشفى الأمن سوي لهم تحرير كل فترة وكل ذا، والحمد لله نجح. فأصبح التواصل الآن وصلت إلى 40-50 ما شاء الله، وصلت الجدة والمدينة، ونبغى نفك عدة فروع في جميع أنحاء المملكة. هذه تواصل. بعدين تبع جمعية بناء، تبع السلامة المرورية مع الغامدي، فعدة جمعيات مع أبناء الأواصر اللي هي جمعية أواصر، هذا هي خارج جميل. وهذا أيضا يعني حقيقة أنت شخصية محبوبة في المنطقة الشرقية ومعروفة للجميع، وهذا الشيء يعني ليست مجاملة بل هي الحقيقة، ودليل ذلك تواجدك في يعني أغلب مجالس المنطقة الشرقية وأيضا في جمعياتها. أبو رامي الحقيقة كنت ضيف عزيز وغالي، وسعدتنا كثير، والحقيقة يعني الحديث معك ذو شجون، وبإذن الله أنه إحنا نجلس معك مرة أخرى، وأيضا نستقي من
هذه الذكريات الجميلة سواء اللي في العلا أو اللي في تبوك ولا في المنطقة الشرقية. كلمة أخيرة قبل ما ننهي البرنامج. والله كلمة أخيرة أحب أشكركم وأتمنى لكم التوفيق، وأتمنى مجلس الإدارة ولك يا أخ فارس القرشي القاضي عزيز، أنت أخ عزيز وغالي، أنا سعيد بلقائك وسعيد بمقابلتك، وأتمنى التوفيق لجميع الأخوان اللي خلف الكاميرات. آمين. ما قصروا، بيض الله وجيهكم، والله يجعل ما قدمتوا لي وللوطن في ميزان حسناتكم، وأتمنى أن تتكرر هذه الزيارات وهذه المقابلات، وأنا صدري والله مفتوح لكم جميعا. وأنا كم أنا سعيد من يوم اتصلت بي، وأنا والله أستنى الفرصة الجميلة والفرصة المناسبة هذه، والحمد لله وفقنا، وإن شاء الله إن ما سمعته إن شاء الله خير وبركة لي ولجميع الأخوان المشاهدين والمشاهدات. نتمنى التوفيق لكم جميعا، والله يسعدكم ويوفقكم ويعلم مناصبكم جميعا. آمين. وشكرا آمين. وشكرا وشكرا شكرا طلب الله. شكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين على متابعتكم هذا البرنامج، والشكر أيضا لفريق برنامج لقاء الأسبوع. على أمل إن شاء الله نلقاكم مع ضيف جديد الأسبوع القادم، في أمان الله.